يا أصحابي، كيفكم؟ أنا اليوم كتير شوبانة. أنتوا شوبانين زيي؟ ريم ريم، يا الله كريم دايما معجوق. نعم يا كريم، شوفي عم بتدور علي. وينك وينك، في موضوع كتير مهم ورح أكيد تنبسطي علشانه. يلا يلا احكي لي بسرعة بسرعة بسرعة، حمستني أعرف. سمعتي ماما كانت عم تحكي مع الأنتي رزان صاحبتها، وكانت بتحكي لها إنه الجو كتير شوب وإنه جاي على بالها تاكل آيس كريم. شو الغريب يعني؟ ماما بتحب الآيس كريم زينا بالضبط. لا بس شكل اليوم رح يكون غدانا آيس كريم من هلأ، أنا بدي إياه على فراولة. لحظة شوي، أنت قلت إنه غدانا رح يكون آيس كريم؟ بس هذا مش أكل، أنا بحب الدجاج أو اللحمة مع خضرة ورز وهيك أشياء. والآيس كريم فيه حليب وممكن فواكه وطعمه زاكي كتير وكلنا منحبه. بصراحة بطلت عارفة شي وصرت محتارة، مع إني بحبه كتير. بس هلأ نسأل ونتأكد. شو اللي محيرك أنت وكريم؟ كريم بده يتغدى آيس كريم. غدا آيس كريم يا كريم؟ آه زاكي كتير على الغدا، خصوصاً بالشوب. شوب صح، وزاكي الآيس كريم كتير، بس ما بناكله على الغدا يا كريم. الغدا لازم يكون إشي مفيد. قلت لك شفت؟ يعني مثلاً منتغدى رز، منتغدى بطاطا، منحط معهم جاج، لحمة، منحط معهم خضرة، هذا غدا. بس ما بيصير نتغدى الآيس كريم. الآيس كريم سناك والحلويات هذا صح أكل زاكي كتير، بس نحنا ما بناكله وقت الوجبة، بناكله بين الوجبات. يعني إمتى بين الوجبات؟ يعني مثلاً بعد ما تتغدى بساعتين بتقدر تاخد شي حلو، بس شرط كمان ما تنسى تكون ماخد الصبح سناك تاني مفيد وصحي. زي شو مثلاً يا ريم؟ أكيد أنت بتعرفي. يعني زي الفواكه. برافو عليكي. فإذاً مناخد سناك أكل صحي زي الفراولة، والسناك التاني ممكن يكون إشي حلو وبرضه مفيد زي مثلاً الآيس كريم. هيك اتفقنا؟ اتفقنا. إذن كتير منيح، وإنتو كمان ضروري تتذكروا إنه مناكل الغدا تبعنا، بعدين إذا بدنا ناكل إشي حلو ناكله بس مرة واحدة باليوم وقطعة صغيرة كتير، وضروري ناكل أكل صحي تاني بين الوجبات زي الفواكه والخضار، ما تنسوها أبداً. باي باي. باي. الآيس كريم من أكتر الأكلات اللي نحنا منحبها بالصيف، عشان هيك اليوم رح نحضرها بالبيت من مواد موجودة عنا وبطريقة سهلة كتير. المقادير اللي رح نحتاجها 3 أكواب فراولة، مارشميلو، كوب حليب قليل الدسم، معلقتين طعام عصير بردقان. أول شي بدنا نخلط الفراولة، بعدين منضيف المارشميلو واللي هو رح يساعد إنه يخلي الآيس كريم أكتر كريمي. منضيف الحليب، نقدر نجيب الأكواب الخاصة بالآيس كريم للأطفال لأنهم رح يحبوا شكلها، وإذا ما كان عنا بنقدر بس نسكبها بصحون صغار. منحطهم بالفريزر. هيك منكون حضرنا آيس كريم بالبيت طبيعية وكمان غنية بالمواد المغذية من الفواكه اللي عنا. تقريباً كل واحدة من هاي الآيس كريم فيها 90 كالوري